الكره تعود الى بلينت. ممفيس ديباي في الجهه اليسرى محاوله لمصنع مان يونايتد ينتظر مسانده اكبر. ديباي عدى من الاول، ديباي مر والتمريره في العمق ليروني. هذا هو الصح وهذا هو المان يونايتد، هذه هجماتهم وهذه كرتهم المعتاده. الله يا ممفيس، الله يا ديباي، والله يا جولدن بوي، اهلا بكم في دوري الابطال. جميله من جانب هيريرا. ديباي يحاول، ديباي بمهاره عاليه اخرج كل المدافعين من اللعبه ولمسه لروني. الله على جولدن بوي، مهاره في المرور ومهاره في الفينشينج واستغلال فرصه بطريقه رائعه جدا. هذه الكره اللي نعتادها، اللي نعرفها في مان يونايتد، هذه الكره التي منذ الرحلة واعتزل سير أليكس فيرغسون لم نشاهد الكثير من رائحه، من شكل، من لون مان يونايتد. اعيد لنا المان المعتاد يا روني. الهدف جميل جدا بعد لمسه جميله من جانب ديباي. ممفيس اسيست عالي. باتي ومباراه كبيره بين ليفركوزن ولاتسيو، بينما ممفيس ديباي في مكان خطير، محاوله باتجاه هيريرا ليروني، والثاني للمان، والثاني للمان روني. ليلة الجولدن بوي عاد إلى مستواه من بلجيكا، وعاد إلى الشباك من طريق كلوب بروج، وعاد المان إلى دوري الأبطال، وعاد الثقة لنفسه ولفريقه. الله على ممفيس دي بوي لهيريرا. وين روني؟ وين روني؟ والثاني للمان. ثنائية لروني، ثنائية للجولدن بوي. أهلا بكم في دور الأبطال، ادخلوا من الباب الكبير كما اعتدتم في الشامبيونز ليج. المان يونايتد يقتحم دور الأبطال لأنه سجل هدفا ثانيا، أصبح قريبا من الترشح الرسمي إلى دور المجموعات، وأصبح كلوب بروج على حافة السقوط. شفانشتايجر، هيريرا تحرك بجانب روني، لمسة إلى ماتا، ماتا محاولة مرور، ماتا عدم محاصر من الدفاع إلى روني، وروني الثالث لروني. الجولدن بوي هاتريك يا لوي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ روني يعود من الباب الكبير، أكثر من 800 دقيقة بدون أهداف، الآن في شوط ثاني يسجل هاتريك في مرمى كلوب بروج. الله يا جولدن بوي، تحرك فمهارة فلمسة ساحرة فهدف ثالث فاقتحام لدور الأبطال، فمانشستر يعود إلى مكانه، وروني يعود إلى الأهداف، والحياة تعود إلى الفريق الأحمر، إلى يونايتد. مات ومات ومات. فوان محاصر من ثلاثة لاعبين برا اللعبة بمهارة. وروني معاناة مع الإنجليز، أوروبية لا زالت مستمرة. للأمام طويلة خلف المدافعين، انفراد هيريرا وخطا فادح من الدفاع، والرابع للمان. الرابع يا باسكي يا ممتع، الرابع يا هيريرا. مان يونايتد ولا غيره، هدف رابع. جميل في التمريرة، جميل في التحرك، خلاص حسمت الأمور. ماذا تفعلون يا بروج؟ ماذا تفعلون يا بروج؟ هل أنتم لهذه الدرجة مستسلمين في مباراة اليوم؟ وين هالإرادة؟ وين هالروح أمام جماهيركم؟ تمريرة من وسط الملعب كانت بجانب شفاينشتايجر. شفاين أسيست، هيريرا مهاجم، ألمان أربعة، كلوب بروج لا شيء. دور الأبطال يفتح أبوابه لدخول الكبير مان يونايتد. هيريرا بانفراد وبهدف رابع بعد مباراة كبيرة جدا قدمها هذا اليوم. أربعة أهداف لمان يونايتد. أسيست هيريرا، عمل أسيست وسجل هدف، صنع هدفا وسجل آخر، يترك مكانه لأنه سيكون